أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. نادى المولى على جميع خلقه من الإنس والجان. توقفوا وشاهدوا وتأملوا إعجاز الخالق في عظيم صنعه في كل مكان، وإزاي سبحانه خلق الإنسان ووهبه العقل والحكمة والبيان، إزاي بتتلاقى على أرضه مياه البحر والأنهار ولا يختلطان. تأملوا قدرته سبحانه وتعالى. وإياكم إياكم أن تكذبان، كل حبة رمل ونقطة ماء تشهد بقدرته في عروس القرآن سورة الرحمن. مع دلائل قدرة المولى عز وجل وإبداعه فيما خلق، هنتوقف مع سورة الرحمن. ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وبجميع المشاهدين والمشاهدات. كل حد فينا بيقرا القران الكريم ليه صوره كده محببه الى قلبه، لما يفتح القران لازم ان هو يقراها، ولكن صور القران الكريم كلها فيها دروس وعبر وحكمه وفيها نور لقلوبنا وعقولنا. فضل سوره الرحمن ايه؟ بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سورة الرحمن لها اسمان. الاسم الأول تسمى بسورة الرحمن لأمرين. الأمر الأول لأنها مبدوءة بسم الله الرحمن، وبالمناسبة هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي بودئت باسم من أسماء الله الحسنى. مفيش سورة تانية مبدوءة بهذا الاسم. لكن الأسماء، السور التي تسمت بأسماء الله الحسنى خمسة. خمس سور في القرآن الكريم كله أسماءهم أسماء من أسماء الله الحسنى: النور، فاطر، غافر، الرحمن الأعلى. لكن السورة الوحيدة التي بودئت باسم من أسماء الله سورة الرحمن، فتسمت باسم الرحمن لهذا. الأمر الثاني، تسمت باسم الرحمن لما فيها من الآلاء والنعم، وهي مستمدة من اسم الله الرحمن. من الآلاء يعني الآلاء يعني النعم. لذلك عندنا بنوتة صغيرة اسمها آلاء. آلاء معناها نعم. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم ربنا سبحانه وتعالى، يعني بأي نعم ربكما، يعني أيها الإنس والجن تكذبان. هل فيه نعمة تقدر تكذبها؟ يعني تقدر تقول العين مش نعمة، تقدر تقول القرآن مش نعمة، تقدر تكذب بنعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النعمة من ربنا؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى الصحة. بالضبط، النعم لا تعد ولا تحصى. فالاسم الأول لسورة الرحمن اسم سورة الرحمن. الاسم الثاني عروس القرآن. ورد في ذلك حديث رواه البيهقي وهو حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن. لكنه حديث ضعيف، لكن كثير من المفسرين سماها بهذا الاسم. العلماء اتكلموا ليه الرحمن عروس القرآن؟ قالوا أصلها فيها النعم والجمال، ولذلك ربنا يقول إيه؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان على البحار، ويتكلم عن الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان، وبيكلمني عن نعم الله في السماوات ونعم الله في الأرض ونعم الله في الجنة. فالعروس لأن لما فيها من زينة ومن حلي عرضه الله عز وجل في هذه السورة. سورة الرحمن من السور اللي اختلف فيها العلماء هل هي مكية ولا مدنية. كثير من العلماء وعلى رأسهم عبد الله بن عباس قال مدنية،
والأكثر من العلماء وعلى رأسهم السيدة عائشة وعبد الله بن مسعود وغيرهم مكية. يبقى قيل مدنية يعني نزلت في المدينة، وقيل مكية يعني نزلت في مكة. عدد آيات السورة 78 آية، 78 آية. سبب نزول السورة ثلاث أسباب. السبب الأول إنها نزلت بعد سورة الفرقان، بعد ما أهل مكة قال الله عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. غير المسلمين كان عندهم حساسية مفرطة من اسم الله الرحمن لأمور كثيرة. الأمر الأول إن هم كانوا لا يتصورون أن هناك إله يسمى رحمن. الإله يبقى جبار، الإله يبقى منتقم، الإله يبقى مدمر، هم شايفين الإله كده. فأنت بتقول لي على إله رحمن، تكلم عن الرحمة، فإزاي يعني؟ فمش مقتنعين بده. طيب الأمر الثاني إنه الرحمن كان فيه في بني حنيفة صنم يسمى الرحمن، فيبقى إله بني حنيفة وهي صنو قريش والمنافس لها عندها إله اسمه الرحمن، فأنت عايزنا إحنا أهل مكة نعبد إله بني حنيفة، فعندهم أنفة. طب الأمر الثالث، مسيلمة الكذاب اللي إحنا ما نقدرش نقول إلا مسيلمة الكذاب، الكذاب الوحيد في خلق الله الذي تجرأ وسمى نفسه رحمن اليمامة، فالتصق باسمه الكذاب، لأنه لا رحمن إلا الرحمن ونعم بالله. فعشان كده هم كان عندهم حساسية مفرطة من اسم الله الرحمن. فلما حكى القرآن ذلك وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فده خلى بقى القرآن بيقول لهم من هو الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. فبيقول لهم من هو الرحمن، وكمان قبلها عرفهم منهم صفات عباد الرحمن مش الرحمن بس. طب السبب الثاني انه في صلح الحديبية لما جه سهيل بن عمرو وسيدنا علي بن ابي طالب يكتب بسم الله الرحمن، قال له اف ما نعرفش الرحمن ولا نعرف الرحيم، احنا امال ايه؟ قال امسح ما نكتب ايه؟ قال اكتب باسمك اللهم، وده اللي نعرف. فبرضو عندهم حساسية من هذا الاسم، فربنا انزل الرحمن علم القرآن. الامر الثالث انه قالوا انما يعلمه بشر، ده اللي بيعلم محمد بشر، فانزل الله قوله الرحمن علم القرآن، يعني الذي علم النبي العدنان القرآن هو الرحمن. تنفع من المأسورة حلوة خالص. فأدي الأسباب الثلاثة اللي من أجلها أنزل الله سورة الرحمن. سورة عسل، سورة جميلة، هي جميلة وخفيفة والله العظيم قوي. سورة الرحمن لها كده مميزات غريبة، يعني هي السورة الوحيدة اللي ربنا خاطب فيها الإنس والجن مع بعض. سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان، الخطاب مشترك. كمان السورة دي السورة الوحيدة اللي فيها لازمة اتكررت 31 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان اتكررت 31 مرة، 31 مرة، وفي كل مرة تعطي معنى جديدا، في كل مرة في كل موضع هي مختلفة عن الله يرضى عنك، لأن هي تكلمني عن نعم وتقول لي فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكلمني عن نعم إنه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكم، دي النعمة في إيه؟ ما هو النعمة لما ربنا يوريني الفاشل عشان ما بقاش فاشل زيه، ينور بصيرتي. أيوة كده، أدي المجرم أوعى تكون منه، خليك من المتقين. نعم 31 مرة يا أستاذة لمياء اتكررت، في كل مرة بتديني معنى جديد، 31 مرة ب31 نعمة جديدة. وربنا يبدأ بأصول النعم، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر، نعم لسه هنقولها تاني. طيب السورة دي كمان فيها ايه؟
السورة الوحيدة اللي رب اللي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأها على الجن قبل الإنس. لأنه يا جماعة لازم تعرفوا إنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول مش للإنس بس، رسول للإنس وللجن. وإحنا عندنا في القرآن الكريم سورة اسمها سورة إيه؟ الجن. وإن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب. الله، ده الجن سمعوا القرآن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبوا وعلموا أنه يدعو إلى الرشد، وعادوا منذرين إلى قومهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. العظمة دي، ايه العظمة دي؟ فتخيل دي السورة الوحيدة، احفظوا الكلام ده، السورة الوحيدة اللي سيدنا النبي تلاها على الجن قبل الإنس. الدليل على ذلك انه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاعد وبيقرأ سورة الرحمن على الصحابة، والصحابة ساكتين، فسيدنا النبي يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، والصحابة ساكتين، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الجن كانوا أفضل مردودا منكم، يعني أرادوا علي أفضل. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال ما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان. ده سؤال ربنا بيسألك أنت، أنت يا معشر الجن والإنس كلكم بتكذبوا بنعمة من نعم ربنا؟ تقدروا تقولوا أن النعمة دي اللي بعتها لك حد غير ربنا؟ ما حدش يقدر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن ولا بشيء من نعمك وآلائك ربنا نكذب فلك الحمد. قالوها قبلنا احنا. السورة دي كمان فيها آية كلمة واحدة مدهامتان. مدهامتان؟ يعني الجنة فيها زرع، من كتر الزرع وحلاوة الزرع وجمال الزرع، الزرع من خضار الجميل يكاد تشوفيه من بعيد اسود، من قوة الخضار الجميل، مظللة بالظل الظليل في الجنة. سورة عجيبة جدا. السورة دي قبلها سورة القمر بتكملها برضو، نهايتها تكملة ليها. الله ينور عليك. سورة القمر مختومة بإيه؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من هو المليك المقتدر؟ الرحمن. شوف الربطة جميلة. أول السورة مرتبط بآخر السورة. أول السورة، السورة اللي ملهاش ربط يعني، ما فيش الكلام ده ولا واحدة أبدا. القرآن كله يا أستاذة لمياء زي السورة الواحدة. القرآن كله يا أستاذة لمياء زي الجسم الواحد. ويوم ما نتعامل مع القرآن بمنطق تاجر التجزئة نضيع القرآن. ده اسمه منطق ايه؟ انا اسف في الكلمة، التعضية. صعبة شوية على الناس، لكن القرآن ذكرها. كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. يعني كما انزلنا على المقتسمين اللي بيقسموا القرآن ياخد آية واحدة ويجري بيها. لا خالص، ما ينفعش. احنا بنأكل الناس او نطعم الناس لا خايفين من نار ولا عايزين جنة. ايه يا عم، امال عايز ايه؟ امال عايز ايه؟ انا جامد قوي. لا، ما فيش الكلام ده اصلا. انا هو الوجه الله بس يا مولان، ده القران قال كده. قلت له قال ازاي؟ قال انما نطعمكم لوجه الله بس. طب ما تكمل، ده اسمه بقى منطق تاجر التجزئه. يجي واخد كلمه ويجري. طب ما انت لو كملت هتلاقيهم خايفين من النار ويريدون الجنه. ما هو لو ما كملش هيلاقي ليها تفسير تاني غير المعنى الحقيقي. اي والله، ينور عليك. زي الناس اللي بتاخد المواقف الحياتيه على مزاجها. فويل للمصلين. بالظبط. يبقى قال لي مين ويل للمصلين؟ بتكمل بقى. الله يبارك في عمرك. فاحنا ممنوع علينا نعمل حاجه اسمها منهج التعضيه. كملها كلها. كمل. الله ينور. لان المعنى في تكملتها. ايوه كده. نتعامل مع القران الكريم بصوره ال 114 على انه سوره واحده، منهج واحد، آية واحدة من أوله إلى آخره يكمل بعضه بعضا. طيب سورة الرحمن لها حدثة تانية مهمة جدا نقولها بعد الفاصل بس خلاص. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم.
فضلت الشيخ كنا بنتكلم قبل الفاصل وبنقول انه مهم جدا انه اي آية في القرآن الكريم نكملها تكملة كاملة مع بعضها عشان نوصل المعنى الحقيقي. وحاجة تانية يا استاذة لمية، ممكن سعادتك تقرأي آية في مكان وتفسيرها في مكان تاني خالص. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى سعادتك في نفس الصورة ولا لا في صورة تانية خالص مثلا؟ زي اتفضل. حلو. زي فتلقى آدم من ربه ايه؟ كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. فين الكلمات؟ في صورة تانية قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بنقرأ صورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فين الرحمن؟ علم القرآن، خلق الإنسان، مالك يوم الدين. يعني إيه يوم الدين؟ وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله، منهج رائع. ده اسمه تفسير القرآن بالقرآن. فآية في مكان تفسرها مكان تاني، آية في صورة تفسرها صورة تانية. هو ده الكلام. يعني إيه الإعجاز في القرآن الكريم؟ الإعجاز يعني ما حدش يقدر يقول زي ما قال. الإعجاز يعني يعجز العقل أن يقول مثله تماما أو يتوقعه أو يدركه، ولا أي حاجة. ما قدمناش غير في القرآن إلا أن نقول هذا الكلام لا يكون إلا من أعلى، هذا الكلام لا يكون إلا كلام الله عز وجل. حتى من لم يكن يؤمن بالقرآن لما كان يسمع القرآن كان يغير وجهه. كان لما يسمع القرآن مثلا حد من غير المسلمين، حد يقول له إيه روح يعني إيه حذر محمد وهدده، فيروح لسيدنا النبي محمد، فسيدنا النبي يطلو عليه القرآن، فراجع هو جه غير مسلم ورجع غير مسلم زي ما هو. لكن أول ما أصحابه يشوفوه يقولوا نشهد أنه عاد بغير الوجه الذي ذهب به، مجرد أنه سمع القرآن. إعجاز، إعجاز غريب. ده النبات الذي يسمع القرآن يختلف عن النبات الذي لا يسمع القرآن. ودي تجربة لعلماء النبات، أنا قرأت عنها، انه جاب نبات نفس الظروف نفس البيئه نفس الهيئه نفس كل شيء، هو نفس النوع، نبات عادي جدا جدا، ونبات سمعه القران. النبات اللي سمع القران اتى بانتاج ضعف النبات الذي لم يسمع القران. فسبحان الله رب العالمين، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. زي البيوت اللي بيكون فيها القران. أيوة كده. والبيوت اللي ما فيهاش، والقلب اللي فيه القران والبيت اللي والنفس اللي فيها القران. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا سلام على البيت اللي فيه قرآن، سلام على القلب اللي فيه قرآن، سلام على الإنسان اللي يوميا لازم يبقى له ورد من القرآن. احنا في سورة عظيمة جدا. أول حد جهر بالقرآن بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عبد الله بن مسعود بسورة الرحمن. الصحابة قاعدين في مكة بيقولوا أهل مكة ما سمعوش القرآن أبدا من حد، ما حدش يسمعهم. عبد الله بن مسعود كان جسمه قليل، مش بنستقله، لكن جسمه ضعيف، مش في ضخامة سيدنا عمر ولا سيدنا خالد بن الوليد، لا ده جسمه قليل، لكن كان ولا جبال، كان بأمة سيدنا عبد الله بن مسعود. جاء رايح قاعد عند المقام، مقام سيدنا إبراهيم، وجعل يرفع صوته بسورة الرحمن. الله، أسمعهم سورة الرحمن غصب عنهم. عملوا فيه إيه؟ ضربوه ضرب لما معالم وجهه محيت. وجهه ورم، حبيبي سيدنا وتاج راسنا سيدنا عبد الله بن مسعود، وشالوه لا يشكون انه ميت. لما فاء بيقولوا له يعني انت كدت ان تهلك نفسك، قال والله ان شئتم لاغدون عليهم بها غدا. لا اعمل كده، قال لا كفايه، فقد اسمعتهم ما يكرهون. سوره الرحمن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها هي وسورة النجم في ركعة واحدة. كان يحب سورة الرحمن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الرحمن بسم الله الرحمن لا يقال إلا لله. صحيح، في صور للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أقرب لقلبه أو أحب لي؟ ما عندناش دليل على ده، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بفضائل لبعض الصور وفضائل لبعض الآيات، زي فضل سورة البقرة، زي فضل سورة آل عمران، زي فضل سورة الكهف، زي فضل آية الكرسي، زي فضل سورة الفاتحة، زي فضل خواتيم سورة البقرة.
زي فضل. ولكن ما يقال انه سوره ياسين للاموات او لما قرأ له، او سوره الواقعة للرزق او او او. صح بعض الاحاديث في بعض الصور ولم يصح في بعض الصور الاخرى، لكن قولا واحدا ما عندناش سوره الواقعة 345 مره عشان مش عارف ايه، والرد العانس بسوره كذا 333 مره ونص. يعني الارقام ملهاش وجود في ايات القران الكريم او في صور القران الكريم. الكلام لا اصل له. طيب سوره الرحمن، ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن خاص بالرحمن، خاص بالله، لا يسمى به أحد. الرحيم يسمى به غير الله، فممكن أقول فلان ده رحيم طيب الرحمن رحمن الدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. طيب الرحمن للناس جميعا، مسلم وغير مسلم، الرحيم بالمسلمين بس. الرحمن عام، الرحيم خاص. الرحمن في ذاته، الرحيم في أفعاله. يعني إيه؟ طبيب، استاذ، بروفيسير كبير، واخد اجازته ورايح يغير جو في مكان بعيد قوي، فهو قاعد في ريسبشن الفندق، قاعد كده بيستجم. واحد وقع من طوله، فبيدوروا على طبيب ينقذه. هو متضايق، انا جاي اجازه، الشغل ورايا ورايا، انا مش هشتغل، ومش عايز يقوم. تمام، مضت مدة من الزمن، الناس عمالين يا جماعة محدش طبيب، محدش يلحقنا، الراجل هيموت وهو مش عايز يقوم. لحد ما واحد شافه قال له مش انت فلان؟ يا اخي مش انت طبيب؟ قال له نعم. قال له قوم الحق الراجل ده. فقام وهو متضرر، قام وهو متذمر، لكن لما وصل قام بالواجب تماما وانقذ الرجل. هي دي القصة دي فعلا حقيقية ولا انت بتألفها دلوقتي؟ انا بألفها. خدت بالي. انا بألفها. بس أنا هسأل سعادتك سؤال، هذا الطبيب جواه رحمة ولا فعله هو اللي رحمة بس؟ الفعل. الله ينور على سعادتك، لكن جواه ما فيش إيه؟ رحمة. أدي الفرق ما بين الرحمن والرحيم. هو عمل اللي المفروض يعمله، ده مش اللي من جواه عايز يعمله. الله ينور على سعادتك، لكن الله جواه رحمة وفعله رحمة. ونعم بالله. فالرحمن أي في ذاته، والرحيم أي في أفعاله. دي توضح كل حاجة. صحيح. فالرحيم في ذات الرحمن، في ذاته، الرحيم في أفعاله. نقطة كمان، الرحمن على وزن فعلان. على وزن إيه يا فندم؟ فعلان. فعلان يعني آن. أي كلمة هتقوليها لي على نفس الوزن يعني دلوقتي. اللي يخطر ببالك، عطشان، امبارح ولا دلوقتي؟ لما حضرتك بتقولي دلوقتي في الاستوديو أنا عطشان. لا حالا. الله ينور على سعادتك. طيب انا حيران، حالا. انا زهقان، حالا. صح. انا رمضان، حالا. محتاجين شعبان، حالا. فالرحمن ان يعني دلوقتي، يعني كأن ربنا لما بيقول لي الرحمن موجود في كل وقت. يا سلام على الرحمة الطازة الدافئة اللي نازلة من السماء. الرحمن دلوقتي اللي نازل عليا. شوفي حضرتك حرف زائد شكله ازاي، ألف ممتدة من السماء إلى الأرض وألف بالعرض، أدي زائد كده. فالرحمن الألف العمودية، الرحمة الدافئة اللي موجودة دلوقتي. يا سلام على رحمة ربنا بعين التي تعمل، يا سلام على رحمة ربنا بلسان الذي ينطق، يا سلام على رحمة ربنا بأذني التي تسمع، يا سلام على رحمة ربنا بقلبي الذي ينبض، يا سلام على رحمة ربنا اللي نازل علي دلوقتي، ورحمة ربنا بأولادي في أماكنهم، ورحمة ربنا بزوجتي وبأقاربي، رحمة ربنا بكل الناس، حبايبنا اللي حوالينا في الاستوديو. دي الرحمة الطازة دلوقتي، دي اسمها ايه؟ الرحمن. طب بالعرض بقى، الرحيم. هات كل كلمة رحيم على وزن فعيل. أي كلمة هتقوليها على وزن فعيل فيها استمرارية. كريم، مستمر. بخيل، مستمر. انت فهماني حضرتك؟ فكلمة الرحيم يعني الرحمة المستمرة لا تنقطع الدائمة. الله. فالرحمن الرحيم، الرحمن آن دفية، الرحيم مستمرة. أدي الفرق ما بين الرحمن والرحيم. علم القرآن،
يعني علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتب القرآن، هل هو ترتيب زمني يجوز ولا ترتيب علة ومعلول؟ لأنه حضرتك أنا لو هعمل مدرسة انترناشونال، هعمل المدرسة واجيب الطلبة وبعدين أدور على المناهج، ولا أجهز المناهج وبعدين أدور على الطلبة؟ أجهز المنهج وبعدين الطلبة. فالقرآن ثم الإنسان الذي سيكون القرآن هو الكتالوج بالنسبة له وهو المواصفات اللي يمشي عليها. حكمة ربنا سبحانه وتعالى. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، أعمال الخير والتقرب لربنا سبحانه وتعالى في كل خطوة احنا بنخطيها، وربنا سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب كتير جدا للخير عشان كل بني آدم يقدر يشارك ويساهم فيها وما يتحرمش من متعة العطاء، لأنه بعض الناس ممكن تكون ظروفهم على قدهم، لكن هو الجميل أن الناس اللي ظروفها على قدها برضو بتسعى لفعل الخير وأنها تساعد اللي ممكن يكون أقل كمان منها. وإحنا بنتكلم على سورة الرحمن، وربنا ناخد بقى خط كده. طب أنا عايز أبقى من عباد الرحمن، قال لي تعالى لي بقى عند سورة الفرقان أقول لك من هم عباد الرحمن عشان تبقى من عباد الرحمن. طب من عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا، هنا لها تواضع ماشي، يمشون على الأرض هونا في قضاء مصالح الناس ماشي. الصفة الخمسة ليهم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى إذا أردت أن تكون من عباد الرحمن فأنفق وقت حوائج الناس، وتصدق في سبيل الله، وأنفق في سبيل الله، وتعطي الناس من مال الله الذي عندك، وتنفق مما جعلك الله مستخلف فيه. عندها تبقى من إيه؟ من عباد الرحمن، تدخل جامعة عباد الرحمن، تبقى من كلية الإنفاق والصدقة. ما عملتش كده ممكن ربنا يستبدلنا. يعني من ضمن الأشياء دي أصعب حاجة في الدنيا يا ربنا تكتبها، إنه يستبدلنا بعيد عنا وعنك. يا رب ما يستبدلنا. أمين يا رب. ربنا أخبرنا أنه من أهم الأسباب التي لا يستبدلنا بسببها أنك تنفق في سبيل الله. قال الله عز وجل: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بس واضحة. يبقى أنت إذا أردت ألا تستبدل، وإذا أردت أن تستمر نعمة الله عليك، وإذا أردت أن تكون من عباد الرحمن، فعليك بالإنفاق، وعليك بالصدقات، وعليك بالزكوات، وعليك بجبر خاطر الناس، وعليك بقضاء مصالح الناس، لأنه ده من أعظم ما يكون. ولا سيما أنك في سقي الماء والمحطات التحلية وتوصيلات المية والمبردات المية، ولا سيما في هذا الحر الشديد، لأن من أعظم ما أتقرب به إلى الله عز وجل شربة الماء البارد على العطش. صحيح. يا سلام على شربة المية وهي نازلة على جوف حد عطشان، حد مجهد. من أعظم ما يقربني إلى الله عز وجل، من أسرع الخير ثوابا، سقيت ربنا هيسقيك. قال الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سقيت وأزلت عنه العطش، ربنا هيزيل عنك العطش في الدنيا وفي الآخرة. طيب نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. فرحة ناس كتير جدا ممكن تكون بتشارك في المياه، سواء كان عن طريق الأبار أو محطات التحلية أو وصلات المياه أو كولدير المياه، اللي أنا شايفة أنه اليومين دول مهم جدا جدا في الجو اللي احنا فيه ده، وبعض المناطق اللي بتبقى محتاجة في كل مكان قريب يكون فيه كولدير، سواء كان في مساجد أو في مدارس أو في جانب البيوت أو في مناطق اللي بتبقى على الطرق السريعة. من أعظم ما يقربنا إلى الله في وقتنا هذا هو موضوع المية، لأنه الإنسان ممكن يصبر شوية على الجوع، فحاجة ليها دلوقتي. بالضبط، محتاجين قوي. هو طول الوقت أكيد، بس دلوقتي بشكل أكبر أشد، وده من واجبات الزمن. وده جمعية البر والتقوى بتجيد قوي، بتجيد واجب الزمن، واجب الوقت. الوقت دلوقتي محتاج إيه؟ في عز الشتاء هتلاقيه بيدور على أمان ودفى وبطاطين ومراتب وغير ذلك، في عز الصيف بيدور على المية والتوصيلات المية ومحطات التحلية ومبردات المياه. أنا رحت شفت ده معاهم، يصلون إلى ما تعجبت أنت وصلت هنا إزاي،
الجمعية وصلت هنا ازاي؟ قدرت تعرف الأماكن دي ازاي؟ عرفت المكان ده ازاي؟ ده مجهود كبير جدا. عندهم لجان، عندهم لجان للبحث عن المحتاج، وكمان بدأ الناس تقصدهم لثقة الناس فيهم. لسه كنت هقول لحضرتك حالا، بدأ فعلا يبقى في ناس بالفعل عارفين مصداقية الجمعية، فبيبدأوا يتواصلوا معاهم ويقولوا لهم تعالوا اعملوا دراسة لحالتنا وشوفوا. الله يبارك في عمرك. فالجمعية لا تتقاعس، تبعت لجنة تشوف المكان محتاج ايه، محتاج محطة تحلية كبيرة، لان بتخدم عدة عزب، عدة قرى. انا شفت ده، شفت في اماكن بعيدة جدا، وقلت لهم والله شكرا ان انتوا وصلتوا لهذه الاماكن، والناس حوالينا فرحانة، فرحانة بالمية الجميلة، فرحانة بمية نظيفة جدا ونقية جدا ومتفلترة. ودخلت الأوضة اللي فيها الفلاتر، حاجة ضخمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والحنفيات طالعة برة، المية نظيفة ومية باردة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. ولما جه الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء، يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، شربة المية صدقة، شربة الماء على العطش من أعظم ما يقربك إلى الله عز وجل. ممكن تزيل عنك عطش الدنيا والآخرة، ممكن تزيل عنك وعن أولادك مصائب كثيرة جدا. ممكن شربة المية دي هي اللي تدخلك الجنة بفضل الله وحده، وتبقى رفيق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن مبردة المية اللي انت تصدقت بها دي تلاقيها يوم القيامة انت طالع من القبر تلاقيها تجسمت كأنها مظلة، ظل ظليل تظلك يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. شوف انت الظل اللي انت عايزه، ظل عادي ولا ظل ظليل، ظل كبير ولا ظل صغير، ظل عادي ولا ظل مكيف. لانه تخيل حضرتك الظل انواع، في ظل عادي لو انا ماسك شمسية كده وماشي بيها ده ظل عادي. طب لو انا واقف تحت شجرة ضخمة في الارض ده اسمه ظل ظليل، لان كل ورقة تظللها ورقة اخرى، وظل الجنة ظل ظليل. فاسق الناس في الدنيا يسقيك ربنا في الدنيا والآخرة. أمين. اسق الناس في الدنيا وازل عنهم العطش، تلاقي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستنيك يوم القيامة يسقيك من حوضه بيده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها ابدا. يسقيك من حوض سيدنا النبي، الحوض اللي ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ورائحته أطيب من المسك، لمجرد أنك سقيت حد هنا. يقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول الله عز وجل أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اسقي يسقيك ربنا. صحيح. فرج كربة الناس يفرج ربنا كربتك. بمناسبة ان حضرتك كنت بتقول انه الناس بدأت تبعت للجمعية، وده لمصداقية الجمعية، وهما لو ما عندهمش مصداقية عمرنا ما كنا هنتكلم عنهم. الناس اللي كنا بنروح نقابلهم يقولوا احنا بعتنا للجمعية، وكنا يعني ما عندناش امل ان هما ممكن يجولنا او يشوفونا او يسألوا عننا، فتفاجئنا انه بالفعل هما جم ودرسوا حالتنا، ودي من ضمن الحاجات اللي تخلينا مطمنين ان هما عندهم مصداقية عالية جدا. ده صحيح، لانه الجمعية عندها مصداقية، عندها كفاءة، عندها أمانة، عندها عمل مؤسسي مهم جدا. بتدرس، تدرس المكان ماذا يريد وتعمل، والزمان ماذا يوجب علينا وتعمل، وفيه لجان لبحث احتياجات الأماكن واحتياجات الناس، ولجان لمتابعة ده، لانه حاجه مهمه جدا. اوعوا تفتكروا يا جماعه ان محطه تحليه زي اللي احنا شفناها دي اتعملت وخلاص، لا، ده في متابعه. أيوة. مستمره، وفي صيانه مستمره. أيوة. فيه متابعه وفيه صيانه، وبتخلي حد موظف تابع لها لمتابعه المكان ونظافه المكان واضاءه المكان وصيانه المكان، والصيانه دي مكلفه طبعا، مكلفه جدا كاجهزه، ومكلفه كعماله بشريه وناس فاتحه بيت.
صحيح. فالموضوع مش مجرد محطة انهم بيعملوا حاجة وخلاص وبيسيبوها. نعم. كرتونة الخير. نعم. ومن اجمل الحاجات اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى هي الكرتونة اللي احنا بالنسبة لنا بتبقى كرتونة يعني فيها اي حبة حاجات بسيطة، لكن بالنسبة لناس كتير هي يعني حلم بالنسبة لهم. من اعظم، لاحظت ده قوي قوي، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر إطعام الطعام كثير جدا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. سبحان الله. فموضوع الإطعام الطعام ده من أعظم ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. في أي وقت يا فضيلة الشيخ؟ أي وقت، ومع أي حد، ومع إنسان، ومع حيوان، ومع طيور، مع أي حد. أطعم أطعم يطعمك ربنا. أي لقمة تدخل جوف إنسان ولا حيوان ولا طير ولا سبع لك الأجر والثواب، ده من أعظم ما يكون. ده الست لما سقت الكلب شكر الله له وغفر له وأدخلها الجنة، فما لك لو أطعمت بني آدم. صحيح. من أوائل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام. لما كانوا ييجوا يسألوا بماذا يأمركم النبي محمد، قال كانوا يقولوا كده بإطعام الطعام وبصلة الأرحام وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، من أوائل أوامر سيدنا النبي. لما سيدنا أبو ذر بعت أخوه علشان يتقصى أحوال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبماذا يدعو الناس، قالوا له الثلاث كلمات دول، قالوا له دائما يأمرنا بإطعام الطعام وصلة الأرحام وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. ده ولذلك تلاحظ حضرتك الأنبياء والمرسلين أكرم الناس، في أكرم من سيدنا إبراهيم ناس ما يعرفهمش، ثلاثة أربعة من الملائكة هو ما يعرفهمش، بشر عاديين، يجيب لهم ايه؟ عجل سمين، عجل حنيز، لانه اطعام الطعام يقربني من ربنا. فكرتونة الخير اللي بتعملها جمعية البر والتقوى من اعظم ما يقربك الى الله عز وجل، من اوائل ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كرتونة الخير على قد ما احنا بنشوفها حاجة بسيطة، لكن هي حاجة مهمة جدا عند الناس اللي ممكن تكون منتظرة. من أصعب المشاهد اللي ممكن البني آدم يشوفها إن القافلة تروح وتصل للأماكن اللي هم رايحينها ويبدأوا يوزعوا الكراتين ويجي تقف عند حد معين والباقي ما ياخدش، كل الناس بتبقى واقفة على الباب بتاع بيوتها منتظرة، وكل حد فيهم بيدعي من جوه قلبه ان يا رب الكراتين ما تخلص قبل ما تعدي علينا. واحيانا يبقوا حاملين هم الجيران اللي جنبهم، هم كلهم في دايرة واحدة، ظروف واحدة، عايشين مع بعض في نفس الظروف، فكلهم حاسين بألم بعض. وقت ايه احنا نتعلم منهم الرضا، الرضا وجبر الخاطر. صحيح. انت ممكن تلاقي حد من الناس دي جقاسم الكرتونة بتاعته ومدي جاره. يا سلام. ومن اعظم، شوفوا المشاهد ده، شوفوا اسيادنا الفقراء قد ايه راضيين. لا روحوا هتتعلموا حاجات كتير قوي احنا بعيد تماما عنه. نعم. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم.